يبدو أن الحرب الباردة بين إدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس لن تتوقف، بعدما رحل الأخير إلى صفوف السيد العجوز الصيف الماضي بسبب اختلاف الطرفين على الراتب السنوي. ويحاول بيريز حاليا وضع هازارد في نفس مكانة رونالدو داخل قلعة سانتياغو برنابيو، بعدما تم الإعلان عن انضمامه رسميا إلى الملكي في صفقة يسعى خلالها الميرينجي لإعادة بناء صفوفه من أجل العودة إلى منصات التتويج بعد موسم مخيب للأمال. ففي البداية تم منح هازارد الرقم 7 الذي لطالما تألق به كريستيانو مع ريال مدريد وصنع من خلاله المجد محليا وأوروبيا، والآن تنوي إدارة الريال تجهيز استقبال حافل للنجم البلجيكي داخل ملعب سانتياغو برنابيو يفوق ما حدث مع رونالدو عام 2009. وذكرت آخر التقارير الصحفية أن مسؤولي ريال مدريد يريدون تقديم جميع الصفقات الجديدة بشكل مميز، لكنهم يريدون في الوقت نفسه وضعا مميزا لهازارد، إذ يهدفون لامتلاء ملعب سانتياغو برنابيو عن آخره، أو على الأقل تجاوز 70,000 مشجع الذين حضروا تقديم الدون البرتغالي بقميص الملكي.